السلام عليكم أصدقائي، وياكم حسن من قناة تك تايم. بالفيديو السابق عن النوفا 4 بالقناة اللي نشار اليوم، قلناكم أن الهواوي نوفا 4 موجه لمنافسة سامسونج وجهازها i8s، ومحاولة الهواوي لضرب سامسونج تحت الحزام وإطلاق أول هاتف بالعالم بشاشة بفتحة أو نظام الأوديسبلي وليس نوشن الكاميرا. لكن العملاق الكوري واللي سرقوا الصينيين وأخذوا التكنولوجيا منه ما فوت الفرصة، ضرب هواوي راجدي نقدر نقول عليه، حسسها بإمكانياته واستعرض تليفونه الجديد الـ i8s موضوعنا لهذا الفيديو. وصدم هواوي وقال بالخط العريض أن اللعب ويا الكبار بالميدان العالمي مو مثل اللعب ويا الصغار. صحيح هواوي هي ثالث مصنع عالمي للتليفونات، لكن 95% من مبيعاتها هي بآسيا وبأفريقيا وبالأجهزة الرخيصة، ولا زالت متعتبر منافس حقيقي جدا لأبل أو سامسونج بالعالم الغربي وأمريكا، خصوصا وراء عقوبات ترامب ومنع الهواوي Mate 20 Pro من دخول أمريكا. والـ i8s من سامسونج إجا بميزات هامة راح نستعرضها سوا، وأهميتها أنه هي راح تعطينا فكرة دقيقة جدا عن ما راح نشوفه بالجالكسي S10 القادم خلال شهرين إن شاء الله من سامسونج. أتمنى لكم متابعة ممتعة. إذا أجل التصميم، فالترند اللي سوته سامسونج بالجالكسي مستمر، زجاج من الأمام والخلف وحافات من الألمنيوم متعودين عليه من زمان S6. صحيح هو جميل لكن ما تغير، وزن التليفون مناسب حوالي 173 غرام. الشاشة هنا اجت بقطع أعلى اليسار أو نظام O Infinity Display من نوع LCD قياس 6.4 إنج ودقة وضوح عالية Full HD Plus 1080x2340، كثافة بكسلات متوسطة 403 بكسل لكل إنج. من حيث العتاد، فالمعالج هو متوسط من كوالكوم سناب دراجون 710 الحديث وبتردد 2.2 جيجا هرتز قياسه 10 نانومتر. تليفون يجيب رامين 6 أو 8 جيجا حسب الذاكرة 64 أو 128، وأكو نسخ سيم كارت واحد، أكو نسخ سيم كارتين أو سيم كارت وميمون. الكاميرا، الجهاز يجي بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي روعة أمامية قوة 24 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفول HD معدل 30 إطار، لكن الكاميرات الخلفية مخيبة للأمل. متوسطة الجودة، الأولى 24 ميجا بكسل F1.7، الثانية 10 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثالثة 5 ميجا بكسل للبورتري أو تحسس العمر. العيب الرئيسي بالتصوير أن التصوير للحد الأقصى للفيديو هو فول HD بمعدل 30 إطار بالثانية، وهذا رقم يعتبر فقير بمقاييس الجودة. البطارية ممتازة 3400 ملي أمبير تدعم شحن لاسلكي وسلكي سريع. من حيث الأمان، في سامسونج تعتمدت على بصمة الأصبع الظهر أعلى الهاتف، تحسسها جدا سريع ودقيق. التليفون إجا بنظام تشغيل هو الأندرويد 5 9.0 وواجهة الون يو آي الجديدة من سامسونج. هذه كانت أبرز مواصفات الجهاز. شنو رأيكم أصدقائي؟ نجح سامسونج بإيقاف زخم هواوي لو فشلت؟ أني برأيي سامسونج نجحت بتوجيه ضربة عنيفة لهواوي وبدت حرب ضروس بين العملاقين يعني الكوري والصيني. أتمنى تكونون استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله. في أمان الله.